الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الركن الرابع. ركن yang keempat ini pencian untuk nabi-nabi dan rasul-rasul. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. Dan keimanan tiada tumpi nabi dan rasul ini yang tiada hanya Allah Taala dan Allah yang kita kekuatan nabi dan rasul. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لنا. أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أكمل أداء. أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. بلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا. وأكمل جهاد وأتوا بجميع أنواع الجهاد. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. خاتم الأنبياء ورسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر كفر أكبر وكاذب. نعم، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. والآيات التي أدعوهم الله سبحانه وتعالى بها. والأخبار التي جاءت عنه.